برشا عاملين سولد، اما الحق تبدا مثال بش قديم يحطوا عليه الاتيكيت اللي هو يعني بش جديد وكا هو، اما حكايه ظاهره بركة السولد هذا. الاسوام تغلق قبل السولد ومن بعد نفس البورسنتاج ولا اقل شويه يعاودوا يرجعوها في دو بوت سولد. دونك اي مارشانديز اي حاجه تلقى اسوامه ديما كونستانت فارسيلمون. ثم سولد مكتوبه سولد في الفيترين تلقى سولد، مي ريالمون ثماش سولد. يعني يعملوا بلوس 20% وبعد يعمل موان 20% تقعد سولد هو هو معناها. تحط الحاجه البيع يقول لك لا هذيك مش في السولد. تعجبك يقول لك لا مش في السولد هذيك. هو موجود السولد الاسوام كالعاده، السلعه نفس السلعه. عملنا سولد معناها عملنا تخفيضات باهين، فماش اقبال كبير من المشاري ناقص الخدمه. مادامك تدخل تلقى سروال ما تشوف في الاوروب تلقاه برش كمثال ب 24 يورو، تجي لهنا تلقاه ب 109000 و 119000 و 120000. يعني سي سا ما هو السولد، عباره قاعدين احنا نستوردوا في الحوايج من غاديك باش ما هو ما يخسرش يقعد عامل هكاك البيو نتاعو، كان ينحي السولد يرجع يولي ب 150 ويولي يربح اكثر وكل شيء. السولد ما فيهش ماشي، السولد فما شيء بنيتش. الله يقدر خير. والمواطن حتى يلقى باش ياكل باش يشري. يلقى باش ياكل باش يشري هو. حركية ناقصة. نحن التجار نحسوا البوفوار داشا نتاع التونسيين تدهور برشا، وما حدش ينجم يشري بصراحة كيما طلب.